وبسم الله توكلنا على الله، هذا الكرفان المزيون راح يتفتش وراح يصير من كرفان الناس تكشت فيه إلى ناس تستمتع فيه بشيء آخر. راح نشوف إن شاء الله في المستقبل شنو هالكرفان راح يصير وشلون راح نتفتش وشلون راح يتفتش وشنو العواقب اللي ممكن تواجه الواحد بتفتش هذا الكرفان. فتابعوا كل يوم كل شوي نحط لكم إن شاء الله شيء ونشوف شنو ممكن يصير هالكرفان وشلون فتشته. طبعا بدأنا شلنا الغنفات الحين بس راح يصير شيء أكبر. نشوف هني بعد 3 ساعات شغل نشوف شنو طلع عندنا. الوايرات هي أكبر مشكلة، والبايبات والغاز كل شيء بينفتح. هذا الكبد راح، الطاولة راحت، يلا نشوف باكر شنو نوصل له ان شاء الله. ما شاء الله ويستمر العناء. بس طلعت عندنا وايد وايرات، شو نسوي بهالوايرات هذه كلها؟ شلمها. شوف هني هذا مال المجاري ما قدرنا نفتحه، فلازم نقصه على اساس ننزل خزان المجاري. هذا بايب التهوية مال المجاري. هني هذه البايبات كانت فوق الدكة، هني الخزان الماي الجري، واير كهرباء للحين ما شلناه. الحين عندنا المشكلة أكثر شيء شلون نصرف هالوايرات، لأن الوايرات راح نحتاج إن نستخدم جزء منها وما نبي نخربها. الحين قاعدين نشيل الوايرات ويا البايبات أساس نفضي هالمكان هذا ويصير عندنا أرضية واحدة فاضية. من يتخيل لنا كل هالوايرات هاي بعد قطينا منهم؟ وينهم؟ كاهم مصارين. يعني خلصنا وايد شغلات، الحين عاد نبي نرجع اللوية اللي صارت هذه. يلا خلنا نشوف الحين شنو صار. يه 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 شنو هالشغل الزين؟ تكسير؟ لا لا مو بس تكسير، تكسير ونشيل الوايرات كلها والصحي. وهالبايب هذا للحين موجود، هذه المخازن الخلفية بس وايد أحسن. هذا المفروض يحطونه بديسكفري، يحطون ديسكفري إنجاز عظيم. فضة حين شغل نجارة إن شاء الله.